دلوقتي يا جماعة هنبدأ نعمل الهدف اللي هو بيقول عد إلى دروسيلا هبتقى إلى أخشاب الصقيل. هنرجع إلى دروسيلا. ماشي كده، هبدأ هجيب الخريطة. تمام، وهبدأ أقول أهو هذا الهدف. ماشي، اللي هو علمنا عليه علم صح، ده أعلم عليه. ماشي، وبعد كده هجيب الحصان، نبدأ للحصان. وانا مستخبي مش هينفع. لو كده الحصان مش عايز يجي، مش عارف فيه ايه. دوس على الاكس تاني. مش عايز يجي، مش مشكلة، نروح احنا على رجلين. هبدأ كده انا معلم عليه وهو قدامي، باقي 250 متر. تمام، هبدأ اتسلق. كده خلاص انا قربت، كده اكتشفت منطقة جديدة اسمها كهف ميليسياني. كل الأماكن دي هنرجع لها بعد كده. خلاص انا كده قربت على دروسيلا اهو، حاجة بسيطة. خلاص كده بس هبدأ ان انا اتكلم معاه. Oh look, it's Marcus's mighty champion. Don't tell me you actually did what I asked. I tracked the bandits and sent them to Addis. Your wood should arrive in town soon. And you expect me to believe the word of a mercenary? هي بتقول لي انا مش مصدقك، فبقول لها انا كده لدي دليل. يا اما اقول لها يجب عليك التحلي بمزيد من الثقه، اقول لها عندي دليل. I didn't expect you to believe me, so I brought this. Here's your proof. A sample of the special wood you want so badly. These bows better be worthy of Apollo for all the trouble I've gone through. By the gods! You sure you work with Marcos? He's never once delivered on a promise. Incredible. I might work with him, but we're nothing alike. I'm true to my word. Then take your pay. Give none to Marcos. Hey, get a little, الرورد بتاعته او الهدية بتاعته، وخدت 1100. كده انا وصلت ليفل 3 يا جماعة. ماشي كده هبدأ ان انا ايه اشوف هدف تاني.